اش واقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. يعني تفاجئنا بها في هذا النهار اليوم، يعني مع 5:06 تنسمعوا الخبيط في البيبان، يعني تفاجئنا من قلت لي شعلت الضوء تلقى البوليس طالعين، يعني تردوا لي اشاره ضوئيه، يعني 6:06 تقريبا شعلت الضوء تيجاوبني البوليسي بالضوء، يعني تو تيسيني ليا بالضوء. هذيك الساعه انا عرفت ملي ماشي شفار، انا في الاول حليت بغيت نحل الباب ونخرج، يعني داك الصداع كيسحب لي الشفاره، حنا ديجا من قبل كنا تلقاو شفاره تيطلعوا لينا للسطح. هذيك تاع عرفنا بلي ان راه كاين شي خلايا ارهابيه هنا تيديروا معهم الاجراءات ديالهم. هذوك الخلايا الارهابيه واش سبق لكم شفتوهم ولا بالضبط؟ ما تعرفش راه هذا ولا ماشي هذا، يعني تيبان لك مواطن عادي، يعني ما تتحكمش عليه واش هذا ارهابي ولا ماشي ارهابي، يعني تتصرف مواطن عادي، يعني ما تيسيركيليوش بكثره، يعني تيبان لك مواطن خارج ولا داخل، يعني راه شحال ديال الوقت تقريبا؟ الوقت اللي شفتهم انا تقريبا شي 15 يوم. كان كيخرجوا ويدخلوا عادي؟ عادي يعني ماشي داك سيركيلاسيون بزاف ولا خفيف، يعني ما يبان لك انسان غادي خير مخرج نفايات او لا جايب شي حاجه، يعني خبز ولا شي حاجه جاي مقديه. ما عاديين هما؟ عاديين عاديين، مواطن عادي تيبان. ماشي من دوك الحياة؟ لا لا ماشي من الحياة، مواطن عادي جدا، ولا جديدة ولا ماشي ولا جديدة، مول الدار اللي كرا ليهم هو اللي تكون عنده المسؤولية ديالها، هو اللي تيعرف يعني واش كاري ليهم بطريقة قانونية ولا بطريقة عشوائية. نعم. البوليس هنا لاحظنا تيخرجوا واحد الأواني فيهم داك الشيء ديال المتفجرات ولا شنو، ما نعرف يعني شي حاجة تتبان لك ما غير عادية. جوج اللي خرجوا، جوج اللي لاحظناهم خرجوهم داهم البوليس، جوج الناس. خويا 6 كيدخلوا هنا، جاو هنا البوليس طوقوا الدنيا. شي ارهابيين جوج الناس كارين دابا تقريبا كيقولوا لنا شي 15 يوم. كيفاش تعاقبوا؟ خويا كان على ما سمعت انا كانوا شي 3 ايام، قال لك البوليس كاينين هنا كيراقبوا هذه البلاصه. لقوا شي 4 صنادق اللي خرجوا من عنده ديال الاسلحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.